ننتقل إلى العراق التي تحتفل بمرور 100 عام على قيام الدولة العراقية، ففي مثل هذا اليوم من عام 1921 تم تنصيب الملك فيصل الأول ملكا على العراق ليعلن قيام أول دولة عراقية في العصر الحديث. في هذا التاريخ بدأت عجلة المؤسسات تنطلق، حيث تأسست وقتها العديد من الدوائر العريقة من ضمنها مديرية الصحة العامة وغير ذلك من الدوائر العسكرية والمدنية القائمة حتى الآن في العديد من المدن العراقية. لين خلال الفترات اللاحقة دخلت العراق في فترة انقلابات عسكرية، 4 انقلابات أخذت من العراق الكثير وأدخلتها في الكثير من الصراعات الخارجية التي كانت بالدرجة الأولى على حساب نهضتها الاقتصادية وبناها التحتية. لكن بعد عام 2003 وسقوط نظام البعث تنفس العراقيون الصعداء على أمل دخول البلاد فترة الانتعاش الاقتصادي والسياسي، إلا أن فوضى سياسية، ملفات فساد نالت من العراق الكثير، لسيما في ملفي البناء التحتية والاقتصاد. على مدار 100 عام من عمر الدولة العراقية الحديثة، شهدت قطاعات عدة في البلد تحولات وتقلبات مختلفة. اللافت فيها كان مجلس الإعمار الذي تأسس في بداية 50ات القرن الماضي، والذي وضع وأنجز سلسلة من المشاريع البنيوية والاستراتيجية الكبيرة، مثل بناء السدود والجسور ومحطات الكهرباء ومياه الشرب وتعبيد الطرقات وغيرها من المشاريع التي أسهمت فيما بعد بالنهوض باقتصاد البلد. كلما كانت هناك بنية تحتية اقتصادية سليمة، كلما أدى ذلك إلى تشجيع الاستثمار سواء كان المحلي أو الإقليمي أو الدولي. الحروب المتتالية التي عاشها العراق خلال العقود الأربعة الماضية تسببت بتهالك العديد من البنى التحتية، وأدت إلى خروج عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية عن الخدمة، تبعتها عمليات التخريب التي قام بها تنظيم داعش في عدد من المحافظات العراقية. نواب عن لجنة الخدمات والإعمار قالوا إن نسبة الدمار في تلك المناطق تتراوح ما بين 50 و80% في بعض المدن كالمدينة القديمة في الموصل. حجم الأضرار للبنى التحتية في المحافظات المحررة لا يقل نسبتها عن 50% عموما، أما خصوصا مثلا في محافظة نينوى يعني الجانب الأيمن منها أكثر من 80% متضررة. وبالنسبة للجهود الذاتية، ما ممكن إعادة إعمار هذه المناطق والمحافظات بالجهود الذاتية لأنه أكو أزمة مالية وهي بحاجة إلى دعم دولي. وأطلقت الحكومة العراقية مشروع نهضة بغداد مطلع العام الحالي، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير أحياء العاصمة القديمة مع الحفاظ على شكلها التراثي دون المس بعناصرها المعمارية، وفقا لمسؤولين محليين. من ضمن المشاريع المهمة أو من ضمن أهداف نهضة بغداد هذا المشروع هو الأخذ بالنظر نظر اعتبار هي البنى التحتية المتهرية لمدينة بغداد اللي هي 70% من عدها عملها ضعيف جدا. ولا تزال بعض المحافظات العراقية تفتقر إلى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن العراق يعاني من آفة الفساد وسوء الإدارة اللذان أديا إلى تدهور قطاع البنى التحتية خصوصا بعد عام 2003. يفتقر العراق إلى مؤسسة مستقلة مسؤولة عن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد وتعنى بحل المشكلات المرافقة لعمليات الإعمار لتلافي تغير الرؤى وخطط الإعمار مع تغير الحكومة والقيادات السياسية. حيدر الجابر، الحرة، أربيل. والحال نتابع تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا من بغداد رئيس مجلس الأعمال العراقية الدكتور المهندس ماجد الساعدي. مرحبا بك معنا دكتور ماجد. إذن بعد 100 عام على إعلان الملكية وتاريخ الدولة العراقية، كيف كان العراق وكيف أصبح اليوم؟ صباح الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. 100 عام من الأحداث الكبيرة والمتغيرة والمفرح منها والمؤلم في 1921 وبعد الحرب العالمية الأولى، كما ذكر تقريركم لم تكن هنالك دولة عراقية، بل كانت هنالك 3 ولايات تم توحيدها بتأسيس الدولة العراقية بال21، وبدأت حملة الإعمار والبناء والاعتراف بالدولة الجديدة وتطوراتها، وتم تأسيس مجلس الإعمار
إلى آخره ما ذكر التقرير. للأسف الشديد في 2003 هي كانت تجربة مختلفة لسقوط النظام العراقي وقرارات بريمر الكارثية في حل الجيش العراقي واجتثاث البعث، مما سبب إرباك للبيروقراطية الإدارية في الدولة العراقية وإزالة الكوادر المتقدمة التي تدير الدولة. نعم، وبالتالي خلق فراغ يعني كبير سبب هذا الإرباك. من قبل 2003 كان هناك فترة انقلابات كثيرة في العراق شهدها يعني عديد من الصراعات الخارجية. برأيك يعني كيف أثرت هذه الصراعات على توقف عجلة التقدم والتطور في العراق؟ بالتأكيد يعني الدولة العراقية الملكية كانت دولة مستقرة، لها احترامها، لها عملتها، لها برلمان ديمقراطي وانتخابات ومجالس تتغير وحكومات تتغير. إلى 58 وفترة الانقلابات العسكرية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، في فترة حزب البعث بال 68 أيضا استبشر العراقيين الهدوء وبداية الإعمار في بداية السبعينات، لكنه التصرفات والقرارات الخاطئة الكبيرة اللي ارتكبتها الحكومات العسكرية في الحرب مع إيران واحتلال الكويت والحصار 13 عام أثرت بشكل كبير على بناء الدولة العراقية وعلى مكونات الأسرة العراقية والتفكك الكبير اللي صار بها، مما أدى إلى حالات اجتماعية وأمراض اجتماعية كبيرة توجت بسقوط النظام في 2003، ووجدنا أنفسنا بدون دولة، بدون جيش، بدون بيروقراطية إدارية تتحمل مسؤولية بناء الدولة. نعم دكتور ماجد، يعني البنى التحتية هي أحد ركائز بناء أي دولة كما نعلم، لكن العراق كان شاهدا على انهيار هذه البنى، فساد المؤسسات، انهيار الاقتصاد، جميع هذه العوامل. برأيك ما دور الحكومات المتلاحقة في انهيار أسس العراق وبنائها؟ يعني انهيار البنية التحتية بدأ من الحرب مع إيران بالثمانينات وقصف المدن والدمار الشامل للمحافظات الجنوبية، وبدأ الإعمار خجولا بعد الحرب الإيرانية لنقص التمويل لهذه المشاريع العملاقة، وثم بعد سنتين دخول الكويت اللي هي كانت الطامة الكبرى لإعادة إعمار أي شيء، يعني من القصف المكثف والكبير للبنية التحتية لقوات التحالف في وقتها، لقدم البنية التحتية وعدم تجديدها، ولنقص الأموال بسبب الحصار، توقف عملية إعادة الإعمار والاهتمام بالبنية التحتية في 2003، وهذه استمرت إلى 2003. 2003 أيضا هنالك ضبابية وإرباك شديد للدولة العراقية الحديثة، الانتخابات والمكونات و إلى آخر من هذه المصطلحات اللي أطلقت في حينها أثرت بشكل كبير. طيب دكتور، على يعني اليوم ماذا يحتاج العراق؟ يعني هذا الوضع الحالي، ولكن في حال يعني أراد العراق أن يعود إلى نهضة الأربعينيات والخمسينيات في عهد الملكية، ماذا يحتاج بالضبط؟ يحتاج الكثير. يعني العراق الآن يختلف عن العراق في الأربعينات والخمسينات. كان تعداد 5 مليون عراقي في ذاك الوقت، الآن تجاوزنا 40 مليون. البنية الاجتماعية أيضا تغيرت، يعني لم يكن هنالك مصطلحات كالمكونات والطائفية والقومية والعرقية، الآن هذه أصبحت جزء من النظام السياسي الحاكم، جزء من المنظومة الاجتماعية. نعم. التي تربط هذه العلاقة وهذا الميثاق الاجتماعي. فبالتالي نحتاج إلى نهضة شاملة لنبذ هذه الطرق، التركيز على الإعمار كوسيلة للأمن الاجتماعي. أنا في قناعتي الأمن الاجتماعي مهم جدا، وهي الوظيفة، الاستقرار، المدرسة، المستشفى، البنية التحتية، هذه تهدئ بشكل كبير. لضيق الوقت، يعني هناك مؤتمر لدول الجوار العراقي، برأيك هل يمكن القول أن بغداد تسعى لاستعادة جزء من دورها الإقليمي في المنطقة؟
بالتأكيد يعني الحكومة تبذل جهود كبيرة الآن لإعادة العراق إلى الحضن العربي، إلى الأشقاء العرب للمساعدة في إعادة الإعمار، في دعم إعادة الإعمار، في دعم جهوده ليكون بلد محايد يبتعد عن الصراعات الإقليمية اللي أثرت بشكل كبير على استقرار العراق. وبمجرد وصول القادة العرب إلى العراق هو بحد ذاته أعتبره يعني انتصار للشعب العراقي، بادرة ممتازة لإعادة اللحمة إلى الوجود العراقي كدولة. شكرا لوجودك معنا رئيس مجلس الأعمال العراقي الدكتور المهندس ماجد الساعدي، شكرا جزيلا لك.